حالة من الجدل الكبير بيعيشها الوسط الفني، وده بعد الاقتراح اللي قدمه عضو مجلس الشعب الهاني عجينة، واللي طالب بضرورة عمل تحاليل المخدرات والمسكرات لكل الفنانين والكل اللي بيشتغلوا في الوسط الفني. كتير من الفنانين غضبوا جدا من الاقتراح ده ووصفوه بأنه شيء هزلي ومضحك، ومنهم اللي اعتبروا إهانة في حق الفنانين، ومنهم كمان اللي وافق عليه بس بشرط يطبق على كل النقابات في مصر. المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين قالت إنها موافقة على القرار ده، لكن بشرط إنه يطبق على كل العاملين في الدولة علشان ما يحصلش إثارة وجدل في المجتمع. وقالت كمان إن القرار ده لو اتطبق بس على الفنانين هيفتح أبواب جهنم وهيقلب الدنيا، لكن لو اتطبق على الجميع هنكون أول ناس تحترم القانون وتلتزم بيه. أما الدكتورة غادة جبارة عميد المعهد العالي للسينما وعضو نقابة المهن السينمائية، قالت إن الاقتراح ده هزلي وغير منطقي، ومش معقول نواب مصر سابوا مشاكل البلد وبيطالبوا بعمل تحاليل للفنانين. وقالت كمان إنها ممكن توافق على الاقتراح ده لكن بعد ما يتعمل النائب ده تحاليل مخدرات هو وباقي أعضاء مجلس الشعب، ويتعمل كمان لكل عامل في الدولة نفس التحاليل. خالد بيومي سكرتير عام النقابات الفنية وأمين صندوق نقابة الموسيقيين قال إن القرار ده فيه إهانة للفنانين، وقال إشمعنى الفنانين اللي أطالب بتطبيق المقترح ده عليهم، وإذا كان هيتطبق يبقى لازم يتطبق على كل اللي شغالين في الدولة وأولهم رجال الشرطة والجيش والأطباء وكل نقابات الدولة. الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح قال إن تطبيق القرار ده هيكون صعب جدا وهيخلق كمان أزمة كبيرة قوي لأنه بيمس الحرية الشخصية للفنانين. وقال فتوح كمان إن الفنان طالما ملتزم في عمله فما ينفعش نحاسبه على حياته الشخصية.